في قاعدة مهمة أيضا بتقول: هل كل من اشترط في شجار مستوجبا للعقاب بلا قيد أو شرط؟ الشراح قالوا لا، ليس كل من اشترط في شجار مستوجبا للعقاب بلا قيد أو شرط، إذ قد يكون التشاجر بين فريقين أصله اعتداء وقع من فريق، وأن الفريق الآخر المعتدى عليه إنما كان يرد الاعتداء، فهنا يخول للمعتدى عليه رد الاعتداء الواقع عليه. يعني هنا مش كل واحد اشترك في شجار زي الأولاني، إذ قد يكون التشاجر بين فرقين هو اعتداء من كليهما ليس فيه مدافع في القاعدة الأولانية خالص، لكن هنا هل كل من اشترك في شجار مستوجبا للعقاب بلا قيد أو شرط؟ شرح قالوا لا، ليس كل من اشترك في شجار مستوجبا للعقاب بلا قيد أو شرط، إذ قد يكون التشاجر بين فريقين أصله اعتداء وقع من فريق، وأن الفريق الآخر كان يرد الاعتداء الواقع عليه، فهنا فيخول القانون للمعتدى عليه رد الاعتداء أو دفع الاعتداء الواقع عليه. يبقى الفريق المعتدى عليه لا عقاب عليه، والأفراد المشتركين في رد الاعتداء لا عقاب عليه، وأباح لهم القانون الدفاع الشرعي عن نفسه. زملائي الأعزاء وأصدقائي العاملين بالقانون، هنا القانون أيضا عمل قيود للدفاع الشرعي، ما يبقاش الدفاع الشرعي بدون قيود. اللي حكمت القيود دي المادة 248 من قانون العقوبات، قالت إيه؟ لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأمور الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته، إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا التخوف أسباب معقولة. يبقى المادة 48 وضعت القيد للدفاع الشرعي، ما يبقاش أي حد كده، لا، قالت إن لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأمور الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته، إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا التخوف أسباب معقولة. حضراتكم، المقصود بمأمور الضبط القضائي هم تلك الطائفة من الموظفين العموميين اللي هم بيبقى ليهم حضراتكم سلطان الضبط الإداري والقضاء تنفيذا للقانون، زي وكلاء النيابة وضباط الشرطة وضباط الجيش، دول حضراتكم بيبقى ليهم بيبقى من الموظفين العمومين. والسبب الذي من أجله حذر القانون مقاومة مأمور الضبط أثناء قيامه بأداء عمله، إن المشرع لاحظ أن من حسن أداء مأمور الضبط القضائي لوظيفتهم وهم المنوط بهم أصلا تنفيذ القوانين أو القرارات يقتضي إعطاؤهم فرصة التصرف بسرعة وحزم وبصورة لا تدع سبيلا إلى أعمالهم، وإلا انعكس ذلك على الدولة وما يجب أن يوفر لها من هيبة واحترام. بس قالوا طيب عشان ما يستعملش حق الدفاع الشرعي ضد أحد مأمور الضبط القضائي، لابد الأول أن يبقى حسن النية، أن يكون مأمور الضبط القضائي حسن النية، وأنه ما يتخافش من فعله الذي تخطى به حدود وظيفته موت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف سبب معقول. حضراتكم، وهنا كانت قضية برضو اتعرضت علي، كان ضابط مأمور ضبط قضائي كان قام ينفذ إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنها، وكانت ست الأوراق جابت إن هي متهمة بالإتجار في المواد المخدرة، وهنا أول ما دخل الضابط راح مكتف إيديها ورا ظهرها
وشد صدرها لان كان عنده اخباريه ان هي بتخفي المخدرات في صدرها، فمن من جذب صدرها اصابها بعده اصابات في صدرها، وهنا يكون قد جاوز حدود وظيفته، فاصبحت المتهمه هنا في حاله تدفع عنه عنها رد هذا الفعل، لانه هو تجاوز القانون وفعلا قدمت المتهمة وقامت هي تعدت عليه، كان من نتيجة هذا الأمر أن هي تعدت عليه وقدمت المتهمة إلى المحاكمة بتهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار ومقاومة السلطات والتعدي على مأمور الضبط أثناء قيامه بأداء وظيفته. واتعرضت عليها القضية، واللي عرضوا عليها القضية قلت لهم يعني عشان نكون واضحين تهمة حيازة المخدر هتاخد حكم، لأن الإذن صادر من النيابة العامة بناء على طلب مكتب مكافحة المخدرات، وأعضاء مكتب مكافحة المخدرات بيكونوا بيؤدوا دورهم باستعمال وسائل العلم الحديث، وبتبقى القضية يعني معمولة عمل جيد، فهتاخد حكم في قضية المخدرات. أما بالنسبة لمقاومة السلطات والاعتداء على مأمور الضبط أثناء قيامه بوظيفته، أنا دي هعالجها هذه المسألة، وفعلا هم وافقوا على هذا الأمر، وكان دفاعي في القضية مخصص بس لأن كان في محامي آخر كان بيترفع عن قضية المخدرات أو عن كان تهمة المخدرات، وأنا استندت في هذا الأمر إلى نص المادة 248 من قانون العقوبات اللي هي أباحت مقاومة مأمور الضبط القضائي إذا تجاوز القانون حتى مع افتراض حسن النية، أباحت مقاومة مأمور الضبط إذا تجاوز القانون هنا حتى مع توافر حسن النية، إذا خيف لسبب مقبول أن ينشأ عن أفعاله جروح بالغة. وبالفعل قضت محكمة الجنايات بتبرئة المتهمة من تهمة مقاومة السلطات والاعتداء على مأمور الضبط القضائي، فقام دفاع الضابط بالطعن بالنقض على حكم البراءة، وصدر حكم محكمة النقض، وورد في أسباب الحكم بأن النعي على الحكم من دفاع الضابط بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس، يعني أيدت حكم براءة المتهمة من تهمة الاعتداء ومقاومة السلطات. زملائي الأعزاء وأصدقائي العاملين بالقانون، هنا شيء مهم ويعتبر أخطر شيء في أحوال الدفاع الشرعي، وهي الأحوال التي يجوز فيها القتل العمد في حالة الدفاع الشرعي. يعني حالة الدفاع الشرعي يجوز فيها القتل العمد، إيه هي الأحوال دي؟ أحوال في الدفاع عن النفس وأحوال في الدفاع عن المال. الأحوال الدفاع الشرعي لا تبيح القتل العمد للدفاع عن النفس إلا إذا ما كان مقصودا به أحد الأمور التالية: فعل يتخوف أن يحدث منه موت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف أسباب معقولة. واحد. اتنين، حضراتكم، اتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة. وهذه الفقرة بتعني جريمة وقاع أنثى بغير رضاها، وهي المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات، أو هتك العرض بالقوة أو التهديد المنصوص عليها في المادة 268. الحالة الثالثة اللي بيجوز فيها القتل العمد في أحوال الدفاع الشرعي هي اختطاف إنسان. يعني لو ناس رح بتخطف إنسان وواحد تدخل في الدفاع عن المخطوف وتم قتل الخاطف، هنا بيجوز لا عقوبة مطلقة في هذه الأمر. وطبعا هنا الاختطاف إنسان دي اللي هنقف أمامها شوية، اللي هي الجرائم المنصوص عليها في المادتين 283 و290. إيه هم دول اللي بيجوز فيهم القتل لو حصل؟ مادة 283 اللي هي إيه؟ خطف الأطفال حديث العهد بالولادة أو إخفاءه أو تبديله في المستشفيات، اللي بيحصل واحدة ولدت بنت
يروح التمرجية ما قالت لي هجيب لك ولد بنالها. الأمر الثاني المادة 290 من قانون العقوبات اللي هي كل من خطف بالتحايل أو إكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات. فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية كانت العقوبة السجن المشدد من 15 سنة وما تزيدش عن 20. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. يعني خطفوا واحدة واغتصبوها، بتشدد العقوبة من السجن المشدد أو السجن المؤبد إلى الإعدام. وأيضا إذا تم هتك عرض المخطوف. وأنا كانت في قضية كانت معروضة علي قريب، مجموعة خطف واحد من إحدى قرى محافظة المنيا وجردوه من ملابسه بعد ما خطفوه وصوروه ونشروا الصور، تم القبض على المتهمين وقدموا إلى المحكمة الجنائية بتهمة الخطف وهتك العرض يعني بهذا الشكل. وهنا يعني أنا قبل أن أغادر هذه القاعدة اللي هي جواز القتل العمد في أحوال الدفاع الشرعي، هنا بتحضرني الذاكرة بقضية كانت معروضة عليا من حوالي 25 سنة على ما أعتقد. حضراتكم كانت إحدى السيدات تسير على أحد أرصفة شارع شبرا بجوار منطقة اسمها منطقة مصرة أو شارع مصرة، وهنا توقفت إحدى سيارات الملاكي ونزل منها 3 أشخاص حاولوا دفعها إلى داخل السيارة وخطفها. وكان من حظها الحسن إن هي كان هذا الحادث بجوار أحد أكشاك السجاير، فنزل فخرج صاحب الكشك يستفهم منه على سبب دفع هذه السيدة، استفهم من الخاطفين فنهروه وهددوه بإحدى الأسلحة البيضاء، فدخل إلى الكشك خصته وأحضر عصا. وهنا كان المشهد كالآتي: أحد الخاطفين الثلاثة ركب السيارة على عجلة القيادة، والثاني دخل في المقعد الخلفي وبيجذب السيدة إلى داخل السيارة، والثالث كان خارج السيارة بيدفعها إلى داخل السيارة. وهنا قام صاحب الكشك وعاجله عالج الأخير بضربة عصا على مؤخرة رأسه وتلاها بعدة ضربات حتى أصابه بإصابات أودت بحياته، فسقط على الأرض مضرجا في دماءه. وهنا قدم المتهم صاحب الكشك إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد، وتم القبض على الخاطفين الاثنين وقدموا إلى المحاكمة بتهمة الشروع في اختطاف السيدة. وهنا وكلت أنا عن صاحب الكشك المتهم بتهمة القتل العمد، وهنا استند دفاعي إلى القواعد الآتية: أولا، أنا دفعت ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وهي تهمة القتل العمد استنادا إلى نص المادة 245 من قانون العقوبات التي تنص بتأكيد ووضوح وبصراحة أنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غير أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو عن ماله أو عن نفس غيره أو عن ماله. هنا أدي أول دفع حضراتكم هنا، وأنا شرحت قدام محكمة الجنايات قلت لهم هذا المشهد أوقع الرعب في قلب المتهم وتيقن أن هذا سيلحق بهذه السيدة وأن جراحا بالغة ستصيبها وقد تؤدي لقتلها. وهنا كان عليه أن يرد هذا الاعتداء اللي هو الخطف من على السيدة، وهنا كانت الوسيلة التي استعملها هي الوسيلة الوحيدة لبلوغ تلك الغاية وتكون هي الوسيلة المناسبة لهذا الأمر، وبالتالي يكون المتهم في حال الدفاع شرعي عن نفس السيدة. وبالفعل قضت المحكمة ببراءة المتهم صاحب الكشك من تهمة القتل العمد وإدانة المتهمين بتهمة الشروع في خطف المتهم.
حضراتكم في قضية أيضا قبل أن نغادر هذه القاعدة كانت معروضة علي، كانت قضية قتل أيضا عند كانت متهم بيقيم جدار من الحائط بينه بين جيرانه، لأن هو كان بني بيت وسايب حتة جنب البيت فاضية، فكانوا بيرموا فيها قمامة وبتاع، فأراد أنه يقطع بدل ما يبقى في مشاكل، راح عامل سور بينه وبين جيرانه عشان إيه يحمي الأرض الفاضية. فهم يعني طبعا استفزهم هذا الأمر وعرفوا أنه هو بيبني الجدار، فمجن عليه راح بمصاحبة بعض المؤيدين له إلى مكان إقامة الجدار، واعتدوا على الراجل وهدموا جزء من المبنى، واعتدى عليه هو وآخر، اعتدى على المتهم اللي هو بيقيم الجدار وأصابه بإصابات. وردت في تقرير مصلحة الطب الشرعي قالت إن كانت إصابات في مقتل وخطيرة. فهذا التصور للحادث أوقع رعب في قلب المتهم، وتيقن أن أذى سيلحق به وأن جراحا بالغة ستصيبه وقد تؤدي قتله، وأصبح هنا في حالة ترد هذا الاعتداء عنه. فاستخدم إحدى الأدوات اللي كان بيبنوا بها، وهي كان جروف، وقعد يضرب بغيظ لما أصيب إصابات، كان كله غرقان دم، كان قاعد قام بالاعتداء على المجني عليه حتى أصابه بإصابات أودت بحياته. وهنا إحنا دفعنا هنا بتوافر حالة الدفاع الشرعي في للمتهم في لرد الاعتداء على نفسه، وفعلا قضي ببراءة المتهم من التهمة إليه. لكن كان في حاجة مهمة أيضا لفتت نظري في هذه القضية، وجدت أن دفاع المتهم لما حضر معاه في تحقيقات النيابة لم يسير حقه في الدفاع الشرعي. وهنا نرجع بقى، طيب إذا سكت المتهم عن إصارة حقه في الدفاع الشرعي أثناء تحقيقات النيابة، هنا الشرح قالوا لا يمنعه، ومحكمة النقض أخذ بهذا الرأي، لا يمنعه من التمسك بهذا الحق أمام محكمة الموضوع. أيضا الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح فعل القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية: واحد، فعل الحريق العمد، لو ناس بتحرق حاجة عمد من حق المعتدى عليه إنه يدافع عن هذا الحق حتى لو أدى إلى قتل المعتدي، أدي واحد. سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات، دي تاني شيء حضراتكم. تالت شيء دخول منزل مسكون أو أحد من حقاته، دخول مسكن منزل مسكون ليلا أو أحد من ملحقاته. هنا للعقاب في هذا الأمر لابد أنه يكون الدخول منزل مسكون أو أحد من ملحقاته، يكون مسكون في ناس، ما يكونش ما فيش حد مقيم فيه. الأمر الثاني يكون ذلك أثناء الليل. حاجة الثالثة أن يجهل حائز البيت الغرض من الدخول، ما يعرفش متخيلين ليه. أما إذا كان، وهنا ده بنرجع بقى لأمر آخر، أما إذا كان هو كان عارف إن هم داخلين عشان البيت ده بتاعهم وحيستردوا حيازته، وكده يبقى هم بيعتدوا على حقه في الحيازة، دي ده موضوع تاني. ولا يجوز، لم يشرع إلا الدفاع الشرعي للاعتداء، لرد الاعتداء على الحق مهما كانت، ودي احنا هنيجي عليها كمان شويه. حضراتكم إباحة الدفاع الشرعي للمعتدى عليه وللمساهم معه في الدفاع، يبقى الأثر الذي يترتب على توافر حالة الدفاع الشرعي والتزام قيوده هو إباحة فعل الدفاع هنا، وبهذه الإباحة يصير الفعل مشروعا، فلا يقوم من أجله مسؤولية ولا يوقع على مرتكبه عقاب، ويستفيد من الإباحة كل من يساهم في فعل الدفاع سواء كانت مساهمة أصلية أو تبعية. يعني لو إنسان واقف بيتفرج على مشاجرة فوجد أن 3-4 تنفار بيعتدوا على واحد بالاعتداء عليه، وقد يؤدي ذلك إلى إصابته بإصابات تؤدي لقتله، فاشترك
مع المعتدى عليه في الدفاع عنه، وسقط واحد من المعتدين مصاب أو مقتول. نفس الإباحة اللي هو المشرع قررها للمعتدى عليه هي نفس الإباحة للمساهم معه في فعل الدفاع. يبقى هنا إباحة الدفاع للمعتدى عليه وللمساهم معه في فعل الدفاع.